علامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله. نعم الشيخ ذاك الذي تذكر على ما السلف رحمة الله عليه التوحيد أنواع ثلاثة من هو الدلول والصفات. فإن الصفة أن نقول بأن هناك توحيد راجع هو توحيد الحاكمية أو توحيد الحكم. لا يصح أمشي لا يصح، لكن الرد ما يكون بهذا النظام. الحاكمية فرع من فروع توحيد الألوهية، والذين يدندنون بهذه الكلمة المحدثة في العصر الحاضر يتخذون سلاحا ليس لتعليم المسلمين التوحيد الذي جاء به الأنبياء والرسل كلهم، وإنما سلاحا سياسيا.